أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا واتخذ سبيله في البحر
الصبر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا Majelis Hakim yang kami hormati, pengunjung yang berbahagia, musabakoh kami istirahatkan untuk persiapan tilawah dewasa pada babak final.